وباب الظل الصدام هذا اخر اصدار صح؟ اي شوف ضد الرطوبة ضد الصدام فيه نظام استغاثة كيف؟ شاشة ملون ارني اشوف هذا بالعامة انتم مكلاء بالسعودية؟ لا الفرحان شركة الفرحان احنا موزع الوكيل محل الرسائل محل الرسائل هذا هذا حق الاس بعد البوابه 5 6 محلات قريب يمشي بس هذا الاس او اس هذه كيف طريقتها هذا استغاثه اذا ما عندك رصيد تضغط عليه تروح رساله لعشر اشخاص مضافين عندك في الموقع هذا مين موجوده بالقديم بس بالجديد هذا كلها فيها طوارئ لكن هذا اللي هو استغاثه طيب هذه ما فيها يعني ما يشغل فيها برامج نت صح بس لا. اتصال ورسائل في جهاز اسمه اكس 5 دوش هذا يشغل برامج بس الميجا $5 ايه وش شركتها ثريا ولا شيء ثاني كلها ثريا هي اللي تقول عنها كم قيمتها حول 7000 7 تخيلوا النظام القديم القديم الثريا القديم على قمر واحد يقول على قمر واحد الجديد على قمرين غير كذا بالنسبة ل يقول مثلا النظام القديم لازم يصير أنت بالجنوب عشان يلقط معك أما النظام الجديد لا بالقمرين بأي مكان يلقط معك وأنا بيني وبينكم أنا أرتاح للقديم ما أدري عن الجديد لكن أرتاح للقديم بس عاد ما يعقلها الرأس إلا الثريا وش الفرق عن الاصدارات الجديدة؟ لا بس جايبين يا شاشة ملونة يا لمسيات هذا نفس القديم هذا قمر ولا قمرين؟ قال يا اخي قرمين يعني على شغل على شريحة الجوال وشريحة هنا يعني لا والله يقول لي قمرين ولا ادري شي قمرين خلاص يا ها بكسة كذا بكسة بيشتغل على شريحة لا يقول بالتوجيه هو بيقول بالتوجيه هذا قلت لي ب2900 ها مع الشريحه كوري اكوسات وشلون رساله تجي ولا كيف؟ رساله لازم تكون مسجل فيها صح؟ مسجل فيها اتصالات لا اقصد الرقم قصدك جهاز الاستغاثه؟ ايه جهاز الاستغاثه هذا بيسجل باسمك تمام واثنين من المقربين لك في هيئة الاتصالات ممتاز الارقام اللي تجيهم رسائل واستغاثة اول ما تضغط الزر هذا بتجيهم رساله باسمك وبتصل لهم في المقربين لك فبقوم تتصل على اهلك بقول لهم يا اخي عندكم فلان هذا يستغيث وبدي تظهر لهم الاحداثيه بتاعك وموقعك بالضبط اي هذه صح هذا اللي طب الازرار ازرار فيها هنا وش هي هذا الدميه هذه الدميه اي انا عارف لا انا اي الدميه على الشرح هلا هذا هو الجهاز لا وش الازرار هذه؟ بعدين نعلمك عليها بعدين لانه في برمجه وفي كذا سالفه يعني اعطيك ورقه شوف هذا اعطيك خمسه اعطيك قاعده طيب معلومات بسيطه وفي اليوتيوب هذا ثريا دفعه تقريبا من الدفعات الجديده مصورها أنا قبل وهذه بس إضافة على الموضوع شوفوا هذه بعد